يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم يوم جديد وحلقه جديده وصباح الصحه والجمال. النهارده يوم الخميس 4 مارس 2021، و20 من رجب 1442. مشاهدينا النهارده هتكون فقرتنا مختلفه وجديده جدا. اول فقره هنتكلم عن فقره التغذيه، شيء مهم جدا جدا ان احنا ناخد بالنا في الفتره دي علشان كوفيد 19 طبعا، من التغذيه السليمه وايه هي الفاكهه المحببه للاطفال وكمان لكبار السن ومهمه جدا لصحتنا. هنتكلم عن فاكهة التين. بس في فقرة تانية كمان مهمة جدا عندنا، وهي فقرة التوعية. هيكون معانا ضيفتنا العزيزة الدكتورة أسماء مراد، أخصائية علم اجتماع المرأة والوعي الأنثوي. شيء مهم جدا إن احنا ناخد بالنا طبعا إزاي ندير فن الحياة، لأن في الفترة الأخيرة بيحصل لخبطة كتيرة جدا، وإحنا مبنقاش عارفين التوتر ده من إيه، أو الاكتئاب من إيه، وأوقات يكون في حب وأوقات يكون في زعل. كل دوت متعلق بالمشاعر. النهاردة في الفقرة المهمة اللي هتكون معنا الدكتورة أسماء، هنتكلم عن مثلث المشاعر ودوره في حياتنا الأسرية. شيء مهم جدا إن احنا ناخد بالنا من التفاصيل الصغيرة اللي في حياتنا وبتأثر على حياتنا فيما بعد وفي الحياة وفي المجتمع كمان. هنتكلم عن فوائد التين البرشومي، والتين البرشومي طبعا على ما أعتقد كلنا بنحبه جدا، لأن هو كمان ربنا سبحان الله وتعالى مدينا فاكهة طعمها جميل ولونها حلو، وده غير كمان الفوائد الجميلة اللي ربنا مديها لنا، وهي مغذية جدا جدا لينا وكمان لكبار السن، مهمة جدا وللأطفال. طبعا التين بيحتوي على الحديد والمنجنيز والكالسيوم والبوتاسيوم، وكمان بيقلل الإصابة من الأمراض، وهو ملين ومحارب للإمساك وقرحة المعدة، وكمان بيعزز القلب وبيخليه يعني بيحافظ على القلب وبيدينا بيقوي كمان، لأن بيحافظ لأنه بيحتوي على مادة الفينول. الفينول دوت مادة مهمة جدا جدا، وبيقوي القلب وجهاز كمان المناعة، لأن دلوقتي إحنا عايزين نقوي جهاز المناعة والأطفال، شيء مهم جدا. طيب حتة مهمة جدا في تين البرشومي وهو المنجنيز، مع تقدم العمر بتلاقي النظر أوقات بيروح مع تقدم العمر مع الناس الكبار من أول 40 سنة. أنا بنصح لكل سيدة ورجل وفي الفترة دي إن هو ياخد تين برشومي ويأكله، لأن مفيد جدا جدا إن هو بيقلل الإصابة بالنظر، يعني بيخلي نظرك قوي شوية، وإن هو بيرتبط بعملية البصر، ده شيء مهم جدا. طيب فوائد كتيرة جدا في التين البرشومي، ياريت ان احنا ناكله ونقدمه لأطفالنا ونقدمه كمان لكبار السن، لان هو سبحان الله بيحتوي على عناصر غذائية كبيرة جدا، وحديد ومغنيسيوم وكالسيوم، وكمان اللي عندهم أنيميا ياكلوا تين برشومي لان هو قوي جدا وبيدي كمان مناعة قوية للجسم. مشاهدينا الفقرة الثانية هي فقرة متميزة عندنا جدا وجميلة ونستناها. هنتكلم النهاردة عن المشاعر ودوره في حياتنا الأسرية. إزاي أعرف مشاعري إذا كانت حقيقية ولا لأ؟ إزاي أتحكم كمان في المشاعر بتاعتي؟ كمان عايزين نعرف في الأول إيه هي المشاعر. هنروح لفاصل مشاهدينا ونرجع نستقبل ضيفتنا العزيزة الدكتورة أسماء مراد اللي مشرفونا معنا في الاستوديو النهاردة، وهي أخصائية علم اجتماع المرأة والوعي الأنثوي. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا. We'll be right back.
ورجعنا لكم مشاهدينا ولسه مكملين معاكم صباح الصحة والجمال، وبنتكلم النهاردة عن المشاعر ومثلث المشاعر ودوره في حياتنا. لقد إيه المشاعر مهمة جدا، أنت بتعرف إزاي حقيقة مشاعرك، أنت إزاي بتقدر تتحكم كمان في مشاعرك، لأن ده بيأثر على حياتنا بشكل عام في الشغل أو في البيت أو مع أصدقائك، لأن في مفاهيم خاطئة إحنا كنا بنتكلم عنها، لكن للأسف بنتعامل بأسلوب مختلف مع بعض. تجديد الذهن ده شيء مهم جدا، وان انت لازم تفكر في كل حاجة حواليك وتعرف اذا كانت مشاعرك دي جاية منين وبتتكون ازاي، وده اللي هيعرفنا النهاردة، وده موضوعنا المهم. ومعانا الدكتورة أسماء مراد أخصائية علم الاجتماع المرأة والوعي الأنثوي، هتكلمنا عن المشاعر ودورها في حياتنا الأسرية. صباح الخير. صباح الخير يا شيرين، وحشتيني والله ونورتي الشاشه من تاني. وانت كمان انا مبسوطه اني معاكي تاني او تالت او رابع مره، دي خامس مره دايماً. يعني احنا على طول مع بعض ان شاء الله، لان مواضيع حضرتك بتبقى مهمه ربنا يخليك ومختلفه بجد والله. واللي شدني كمان مثلث المشاعر بقى. يعني انت دايما بتقسمي الحياه عامله ازاي، ودايما بتتكلمي من الذات، ان الانسان يفهم ذاته وشخصيته من جوه عشان يعرف يتعامل مع الناس، وان هو يكون متصالح ومتسامح مع نفسه، فشيء مهم جدا. من الواقع ومن الحاجات اللي احنا بنسمعها، المنهج ده انا عملته بسبب المشاكل اللي كنت بسمعها. كنا بنسمع ارشاد اسري في الاول، بعد كده بقت مشاكل ستات فتخصصت في الستات، فلقيت ان كل مشاكلنا سواء اسريه سواء ستات سواء مراهقات اي حاجه في الحياه، ان احنا ما بنعبرش يا جماعه عن مشاعرنا كويس. هتلاقي ناس تقول لك انا فقدت بابايا، فقدت اختي، فقدت اي حد غالي عليا، وانا للاسف كنت بحبه قوي بس انا ما عبرتش عن مشاعري. ليه بقى؟ ليه بقى يا شيرين عايزين ندخل ونتوغل في النفس البشريه اللي لسه بندرسها ومش عارفين اسرارها لحد الان؟ شوفي كل علم النفس ده ولسه في اسرار في النفس البشريه ما تقدريش تفسري بعض التصرفات. فلقينا ان بخل المشاعر ده سببه في الاساس ان الاب والام هم كمان اتعرضوا لنفس البخل يا شيرين. هتلاقيهم تربوا على الكبت، تربوا على الولد اوعى تعيط انت كده مش راجل، البنت حصل لها الوقت الانثوي وانت عارفه المصطلحات بتاعتي، ان انت اقعدي كويس ما تتكلميش ما تعبريش. فاحنا شعوب البحر المتوسط والشعوب العربيه بشكل عام صعب شويه نعبر عن مشاعرنا، ودي مشكله دكتوره اسماء. احنا ممكن بنتكلم ونعمل وحركات وباتي لانجوج، لكن ما بنقدرش نعبر عن المشاعر الايجابيه وبنعبر عن المشاعر السلبيه. هتلاقي دايما عندنا شعب عصبي شويه، شعب ممكن كلنا طبعا كل البلاد العربيه بنعبر عن الغضب اكتر ما نعبر عن الحب، واحيانا بالنسبه لنا المشاعر والحب كانها حاجه يا جماعه حرام او غلط او نتعاتب عليها او كانه عيب كمان في نفس الوقت. انا دايما اقول الحب والمشاعر حاجه حلال ربنا عاملها لك، بس الحرام الحاجه اللي احنا نعملها ما يخالف شريعه ربنا فيها طبعا. وتلاقي مشاكل كتيره جوه الاسره. أيوة. بسبب برضو الزوج والزوجه وان هم مش قادرين يتعايشوا ويصرحوا مع بعضهم المشاعر والحوارات بتاعتهم. حقيقي كلامك. لان ممكن تكون هي مشاعرها جميله بس الزوج مش قادر كتير اختلف يخرجها كتير يا شيرين والله اختلفوا كتير مشاكل سمعتها. انا عندي 20 حاله كانوا خلاص يحصل انفصال، مجرد ان انا قلت لها فسري حواره الداخلي، تعالي وانا افهمك. يمكن انا كنت زيها وزيك وزي اي حد، بس احنا يعني الخبراء لما بنتعامل مع ناس بنفهمهم اكتر. يعني بسمع الازواج، بسمع يا دكتور انا قصدي كذا وهي فهمت كذا، انا عايزها تعمل كذا، ففهمت شويه عقليه الرجل بيفكر ازاي. فده ساعدني انا شخصيا على فكره بستفيد طبعا زيهم طبعاً. وهم كمان استفادوا ان انا فهمتك صوت حواره الداخلي سميته كده. طيب دكتوره اسماء في البدايه نعرف مشاهدينا المشاعر دي بتتكون من ايه؟ المثلث بتاع المشاعر. المثلث بتاعنا يعني خليته ثلاث حاجات، ده اللي لاحظته وعمل علاج حلو قوي في الارشاد الاسري وفي العلاقات الزوجيه كمان. ليه دور كده وليه دور كده. هو الهمس يعني هو المثلث كده ماسك الاضلاع الاساسيه اللي عبر عن مشاعري. في ناس فهموها غلط في الاول وقال لك انت بتتكلمي عن ايه ازاي وعيب وما ينفعش تتكلمي عن حاجه حياه خاصه بين الزوج والزوجه. لا ده بيبقى في حاجه خاصه يعني سيكريت كده خاصه برايفت بيني وبين الزوجه تمام. لكن هو موضوع كبير. المنهج خاص كبير بكل حاجه، وفعلا هقول لك على حالات حصلت حقيقيه. المنهج والهمس واللمس والنظرات، والهمس من ضمنه الصمت كمان، يعني همس وصمت يعني الصوت، ان انا اتكلم بصوت بالراحه شويه. انا دلوقتي لما اتكلم معاكي وبوطي صوتي هتركزي معايا قوي. لو الام بتزعق طول الوقت للولاد وحد في الشغل بيزعق بتهمليه،
لان الصوت العالي مش مسموع يا شيخ، وخصوصا الزوج لما ياخد على الصوت العالي بتاع مراته فبيبقى الموضوع كتير. يقول لك انا كنت متجوزه لسه والله من اسبوعين، انا كنت متجوزها كيوت يا دكتور واوعى ومش عارف ايه، بيقول كده وفجاه ما بتبطلش زيي وبتبعت لي رسائل وبتعمل وبتعمل. فالتحول في المشاعر كمان حاجه وحشه، حاجه تعمل لي تشتت، حاجه تخلي حتى الولاد نفسهم الزوج والزوجه لما المشاعر تتلخبط هي تقول له ما تسمعش كلام بابا انا حبيبتك، وهو يقول لها نفس الكلام، وتفرقوا فمشاعر الولاد تشتتوهم. الولاد بيطلعوا شبه منافقين شويه، مراوغين شويه، بيكذبوا شويه. تلاقي حتى لو مستواه عالي يا شيرين ممكن يطلع الطفل بيسرق. ليه؟ عشان هو عايز يعوض نوع من انواع المشاعر، رغم ان هم بيكونوا ناس اغنياء ومستواهم كويس، بيجي لي اطفال بتسرق. بس ده بسببه الزوج والزوجه والاسره في الاول. الزوج والزوجه مع الاولاد والزوج والزوجه من اسرتهم، ده هي بصي يعني دايره دايره وفي ليها بدايه ونهايه. بس حضرتك فسرتيها بشكل اوضح واجمل. كان ده العلاج. ودايما انا دايما حتى في حلقاتي بعمل مثلث بس مقلوب. كتير عملوا مثلث عندنا في اولى جامعه، كنا لازم نعمل المثلث من المقلوب الهرم المدرج، والمهم في الاهم فبتبدأي تنظمي كده. مش الحلقة مش مقلوب ولا حاجه، مش شرط مقلوب كذا. المقلوب ده بصي لو هو مثلث مقلوب الزاويه من تحت بتبتدي بالصغير فتكبر. يعني من فوق يعني لو من فوق برضو كبير ومن تحت كده يبقى بالعكس. لكن انا عامله مثلث عادي جدا لان ده مرتبط، ممكن يبقى دايره على فكره. مش شرط مثلث، بس هي جت معايا مثلث بس هي حلوه. ده يعني بيكمل ده بيكمل ده، الزوايا متساويه ولازم يبقوا مع بعض. الهمس واللمس والنظرات. الهمس في صمت، في صمت غموض، صمت كلامك يبقى سر، انك تشدي اللي قدامك. ان يعني الزوجات دايما اقول لهم خليكي غامضه شويه، مش بتكذبي وتلفي وتدوري وتلوعي، خلي عندك شويه غموض، ما تكونيش كتاب مفتوح هو عارف انت بتقولي ايه وعارف انت هتعملي ايه، بيزهدك. اصل الست بتتجوز يا شيري للاسف الشديد في كل البلاد العربيه مش مصر بس، انا اتجوزت باي باي صحابي، باي باي هواياتي، باي باي هويتي، وتقعد بقى كده مركزه معاه بس. التركيز الزياده ده، الفوكس الزياده على اي حد طاقه منفره بتبعد. وانت عارفه مصطلح اهمليه باهتمام، ان كل حاجه في حياتك وكمان الزوج يعني اهتمي واعملي كل اللي عليكي وابعدي وسيبي مساحه شخصيه وعيشي حياتك واعملي هواياتك واعملي كل حاجه. لكن انت مركزه زياده عن اللزوم عن اللي قدامك، والله طاقه منفره. هتلاقي حتى بيقول لك ايه اللي بيتقل شويه، والامثال الشعبيه خف حبه تزيد محبه والحاجات دي. ايوه بندرس احنا الامثال الشعبيه، هتلاقي ان التقل ده التقل صنعه والحاجات اللي بنسمعها دي، انه فعلا لما بتبقي اخف في الاندفاع في المشاعر اللي قدامك بيقرب لك، كل ما تقربي له قوي هو بيبعد عنك. حتى في العلوم الاقطاب المتشابهه بتتنافر والمختلفه بتتجاذب، يبقى في شويه اختلاف بيني وبينه، ما اكونش مطيعه زياده عن اللزوم في كل حاجه لانه هيزهدها. دي نصيحه للزوجات، وهتقول لك ايوه فعلا انا بعمل له كل حاجه وبعبر عن مشاعري وطول الوقت اقول بحبك. انا في الاول وفي الاخر بتفقد قيمتها. بحس ان ذكاء التعامل مع الزوج، يعني الزوج او الزوجه الاثنين مع بعض بيتعاملوا مع بعض، بحس ان هو لازم يكون في ذكاء بينهم. ايوه ذكاء العاطفي والعاطفي برافو، علشان ما يحسوش فعلا. ما هو المثلث ده كده، اتكلمي بالهمس، اتكلمي بشويش، الصوت الخفيض المنخفض مسموع اكتر. تمام، في فرق بين الانصات والاستماع والسمع. انا ممكن ماشيه بعربيتك هتسمعي حد مشغل حاجه، انا بقى بركز وبسمع، فهو مش هيركز ويسمعك الا لو انت صوتك هادي وقوي، مش هادي وينم عن ضعف شخصيه او عدم ثقه بالنفس. فالصوت الهادي انت عارفاني احنا اصحاب، انا بتكلم دايما بالراحه مع اني بحفز وبعمل، وده بيأثر سبحان الله. صح لما طبعا تكلمي. دي من العوامل الاساسيه ان الانسان مش شرط ازعق ومش شرط اعمل بيرتاح فيها كمان. دايما تلاقي الزوجه صوتها هادي الراجل يحبها ومش أكثر. هادي خايفه وخاضعه والست امينه المنكسره. احنا طبعا بنقول لازم يبقى في طاعه زوج، ولكن ما تلغيش وتبقي شخصيتك وتبقي مسخه، لانه هو هيزهدك ويدور على النسخه القديمه منك. انت ليه بتلغي شخصيتك قدامه؟ تمام. فالهمس بالصوت الخفيض حتى لو انت غضبانه وبتهددي الولاد، والله لو وريكم لما الضيوف يمشوا انتوا عارفين انا هعمل ايه، بس بثقه. بس هي التون بس اللي لكن بتختلف. لكن ماما بتزعق، ده ماما بتعمل ده حقيقي. صح الصمت بقى ليه سحر رهيب، انك تكوني غامضه، ان انت سر من اسرار نفسك بالنسبه لجوزك، بالنسبه لجوزك مثلا او بتتعاملي معاه. لما حد يسالني سؤال انا هرد عليه. احنا دلوقتي انا بشرح عشان احنا لازم نشرح للناس، بس لو سالتيني في الحياه العامه سؤال هقول لك كذا يا شيرين، تقولي لي سؤال بعديه بقى، يعني الإجابة بتجيبي لي منها أسئلة أرد عليها. لكن الزوجة بيدخل من الباب تبين له إن هي تعبانة،
بالونيه شقيانه تبين ان مظهرها مرهق عشان تتسول العاطفه في نوع تاني من انواع المشاعر غلط جدا. دي مشكله. تتسول المشاعر وعامل نفسي عيانه وبيغمى عليا هصعب عليه اول مره تاني مره بعد كده هيزهدني وهيبقى في ازدراء للعلاقه بيني وبينه. فالمشاعر محتاجه تنظيم، محتاجه ان انت كل ما اسالي سؤال انا ارد عليه، غير كده بقى الست يسالها السؤال ترد وتقول وحصل والولاد وجارتي وتقول كل حاجه كل حاجه، الراجل خلاص هي طاقة منفرة. وكمان يكون في اعتداء. الراجل بيبقى ليه هو منظومة على فكرة وليه طريقة. وعلى فكرة سهلين جدا. أنا هو كمدربة للستات بقول إن الرجالة فعلا بجد أنتوا أسهل مننا في التعامل. الستات جمال ولطاف ورفقا بقارير وحبايبنا وحبايبي وكل حاجة، بس بجد الستات ليهم ترتيبة المواضيع قوي. حتى الكوميديا اللي بيجيب لك كتاب ده كيف تفهم الأنثى. الراجل محتاج إن احنا دايما فعلا نفهم يعني الراجل الست بتفكر ازاي، والراجل بجد كلهم قريبين من بعض، ليهم مفتاح سهل وليهم طريقه سهله ان انت تكوني مباشره في التعامل معاهم وانك تخفي وتدي له حريته. انا دايما اقول بقى يا شيري اتعلموا من عالم الرجال يا نساء العالم. ليه بقى؟ الراجل هتلاقيه بيروح يلعب كوره، بيقعد مع صحابه، حياته زي ما هي، اتربى على ثقه بالنفس اكتر من الست. انت بعد ما تتجوزي تفضلي ها عجبك شعري شكلي جسمي، تفضلي متشككه بذاتك بسبب الوقت الانثوي والتربيه زي ما قلت لك كل حاجه هي السبب. الراجل هتلاقي عالم الرجال وانا بقعد اتامل فيهم واتعلم منهم، عندهم الانانيه، مش الانانيه حب الذات، لا حب الذات ده شيء جميل، في شويه عنده انانيه بس هم عندهم حب الذات، مقدرين نفسهم، بيحبوا هواياتهم، بيحبوا صحابهم، بيحبوا يستمتعوا، بيفوتوا، ما بيركزوش زينا في التفاصيل، عايزين انت عايزه تاكلي ايه تقولي له واحد او اتنين او تقولي له اجابه واحد، احنا لا احنا بنحير نفسنا ونحيرهم. ودي بصي من العاطفه ومن حلاوتنا برضه يعني كده ما يقدروش يستغنوا عن بعض. وهي حياه في الاول وفي الاخر لازم يكون التعامل واضح وصريح. والله لو تفهموا يا شيرين وحطوا منهج مع بعض وحطوا يعبروا، انت عارفه بقول لك حالات الانفصال دي رجعوا في كلامهم لما عبروا عن مشاعرهم صح. ما هي ممكن تقول له ايه بيبقى قدامي بقى، اسمع دي لوحدها وهو لوحده وبعدين مع بعض نواجههم بقى. تقول لك انا اصلي زعلانه قوي منه بسبب كذا وكان نفسي يطبطب عليا ويحضني، بس انت بقى طلعتيها ازاي؟ صوتك كان عامل ازاي؟ انت سايبني وانا مش عايزاك. وهي عايزاك يا ست بتقول انا مش عايزاك عشان هي عايزاك تحتويها، هو انا خفت اقرب لها، دي بتزعق وبتقول الفاظ وبتبهدلني ومش عارف ايه. لما قعدوا قصاد بعض بقى نغير الاسلوب، انا على فكره زعلت من اللي انت عملته كذا واثر فيا قوي وانا كنت عايزاك تحتويني في الموقف ده وانا متالمه، لو عبرتي عن مشاعرك المشكله بتتحل. طيب المشكله فين يا دكتوره اسماء؟ ما هو يعني حضرتك قلتي برضو في البدايه ان اوقات ما بنعرفش نعبر عن مشاعرنا. ما انا بقول لك طب بتيجي منين؟ بسبب التربيه. طيب العلاج ليها ايه دلوقتي؟ العلاج ان احنا الاجيال المتلاحقه دي كلها تبتدي تعبر عن مشاعرها. ما هو الحل انا لما قلت للناس ولنفسي اكيد احضن حبايبكم وقربوا لهم، طبطبوا عليهم، اتكلموا بشويش. فاحنا هنكمل المنهج طبعا واقول لك في ايه كمان. احنا قلنا الهمس والصمت والطريقه في الكلام والتعامل وازاي اوصل الرساله صح وازاي افهم صوت حوار الداخلي صح. بعد كده اللمس، طبطبه، مسح على الراس، حتى لو احاديث ضعيفه انا بحبها لانها بتعبر عن المشاعر. يقول لك حديث ضعيف من مسح على راس اليتيم مع الرسول عليه السلام في الجنه، يا ستي حلو، حاجه كويسه اعمليها. الابتسامه صدقه اعمليها كمان. الاحضان، الاحضان بقى علاج وعليها تجارب كتيره جدا ومعروفه في علم النفس والعلاج السلوكي والحاجات دي. انت ما بتحضني حد بترتاحي. يعني الزوج لما انت تقولي له احتوي الزوجه واحضنها وطبطب عليها، هي ممكن تتعصب سنه بقى وتهدى على طول. فالعلاج ده، الجلد كائن حي. انا لو بهزر انا وانت دلوقتي عشان احنا صحاب وعملت لك كده يا شيري جامد وبنضحك مش هتوجعك، هتقولي اي وتهزري وتكملي. ليه؟ جلدي عارف وجسمي عارف ومشاعري عارفه ان ده هزار. لكن لو انا دلوقتي الزوج مع الزوجه ومتعصبين وبيتخانقوا عملها بس كده بس كده هتنفجر في العياط، لان هي عارفه ان دي مشاعر سلبيه. فاحنا مركزين دايما على المشاعر السلبيه وبننسى المشاعر الايجابيه. اتمنى ان انتوا تعبروا واتمنى ان انتوا تركزوا في المنهج ده لانه فعلا كان هي علاج. تفاصيل صغيره بس للاسف ان احنا ما بناخدش بالنا منها ونرجع نقول يا ترى سلوكياتنا دي من ايه؟ الغلط اللي احنا بنوصل له ده من ايه؟ ما رد الفعل كمان بتلاقيه غريب اوقات من الزوج او من الزوجه او من طفل صغير كمان معاهم، لان فعلا ما بيعرفش يعبر عن مشاعره. خدي بالك ان بيبقى عندهم كميه مشاعر حلوه قوي يا شيرين، جميله، بتحبه وبتموتي، بس انا لا انا ما اقدرش اقول له، وهو يقول لك اصل انا ايه هتتحكم فيا، وسوري المصطلحات اللي بنسمعها يعني هتركبني وتتحكم فيا والحاجات اللي بنسمعها للاسف. بس
في الاول وفي الاخر يا دكتور اسماء احنا هدفنا ان احنا نفهم مشاهدينا طبعا المفاهيم الخاطئه اللي احنا كنا بنتعامل ازاي مع بعض ونعبر عن مشاعرنا. طبعا الوقت بيمر مع حضرتك بسرعه، ده شيء جميل جدا لان مواضيعنا فعلا مهمه، وفي نفس الوقت لازم ناخد بالنا منها كويس جدا لان في جيل طالع والاولاد ده شيء مهم جدا ان هم ازاي ياخدوا بالهم ان هم يتعاملوا مع بعض وفي الشغل فيما بعد وفي المجتمع. بشكرك جدا دكتور اسماء مراد على المعلومات القيمه والجميله دي، اخصائيه علم اجتماع المراه والوعي الانثوي. ميرسي جدا جدا دكتور اسماء، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني باذن الله. طيب بشكرك جدا جدا مشاهدينا، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. واهم حاجه فعلا ان انت تعبر عن مشاعرك، ده شيء جميل جدا وبيخليك تعرف ازاي ان انت تفهم اللي حواليك. طبعا ده بيبقى شيء مهم جدا في حياتنا، وكمان ان احنا نعلم ازاي اولادنا ان هم يتكلموا بكل مشاعر وصدق وحب. طبعا مثلث الحياه مثلث المشاعر شيء مهم في حياتنا ولازم ندرسه كويس علشان ما نقعش في اخطاء، وفي نفس الوقت نعرف اولادنا ازاي يهتموا بحياتهم الاجتماعيه والاسريه لان هم جيل طالع ومهم جدا في حياتنا ان احنا نبني ليهم أسس جديدة ومفاهيم جديدة. بشكركم طبعا مشاهدينا، وبنشكر ضيفتنا العزيزة الدكتورة أسماء اللي كانت مشرفانا النهاردة، أخصائية علم اجتماع المرأة والوعي الأنثوي. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة، والخميس الجاي إلى اللقاء. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير.